طيب دكتور هاجر، بما ان حضرتك موجوده معانا النهارده، حضرتك صوت اذاعي مميز جدا، ويمكن ملايين المصريين ارتبطوا بصوت حضرتك جدا. فخليني يعني استغل فرصه وجودك معانا النهارده ونعرف الساده المشاهدين المعايير الحقيقيه لمذيع الراديو. عايزه اعرف من حضرتك بداياتك كانت ازاي، اول ما ابتديتي تدخلي الاذاعه كانت عامله ازاي، مشوارك نعرفه للساده المشاهدين والاجيال الجديده كمان اللي بيسمعوا اسم حضرتك وعارفين صوت حضرتك، بس عايزين نعرفهم القصه اكتر. انا الحقيقه اول ما اشتغلت كان رئيسي في الوقت ده الاستاذ عبد الرحمن عبد الله الشيخ الله يرحمه، هو اللي كان ماسك البرامج الدينية، أشرفت على أحاديث الصباح وأحاديث السهرة، وبعدين كان أول برنامج قدمته كان برنامج دنيا والدين، وكان يعني بجيب آية قرآنية وبفسرها تفسير، مش بفسرها يعني بوضح الدلالات العلمية اللي موجودة فيها من خلال أستاذ علوم. والحقيقة لقى برنامج ده يعني مردود كويس جدا للمستمع، فكانت مدام سامية صادق خلته طول السنة مش في رمضان بس. بعدين توالت بقى البرامج، كان رأي الدين قعدت أقدمه حوالي 30 سنة تقريبا، وكان بنرد فيه على أسئلة المستمعين، وطبعا كانت الأسئلة زمان كلها بالجوابات، ما كانش في اي وسيله ثانيه طبعا غير الجوابات، فكنا طبعا بنفتح كل الجوابات وكل جواب كنا لازم نبص فيه. مين بقى كان بيفتح الجوابات؟ السكرتاريه، كان في ناس في السكرتاريه مخصوصا ان هم بيفتحوا الجوابات، وكنا بقى بنصنفها مثلا المواريث جوابات لوحدها، الاسره وهكذا، يعني كل حاجه كانت بتصنف وكنا بنجاوب على كل الاسئله. قعدت في البرنامج العام حوالي 30 سنة، وبعدين انتقلت في إذاعة القرآن الكريم، كنت مدير عام الأسرة، وبعدين بعد كده كان من أهم البرامج اللي أنا قدمتها وهو كان أفندم براعم الإيمان؟ لا، فقه المرأة. فقه المرأة، فقه المرأة في رمضان ده يعني كان لأن خبرتي في رأي الدين كان بيجي لي أسئلة كتير جدا من المستمعات، وكنت خايفة إن هم يلجأوا إلى يعني أنصاف المتعلمين عشان ياخدوا المعلومة، فقدمت لهم بقى فقه المرأة في رمضان، فكان ظريف جدا. وبرضه لنجاحه الدكتور عبد الصمد دسوقي اللي هو كان رئيس الشبكة في الوقت ده خلاه طول السنة. يعني يمكن دي من أهم البرامج اللي أنا قدمتها. برضو حبيت أقول إن الآراء الفقهية ممكن تتغير بتغير الزمن وتغير الأماكن، فعملت برنامج أعلام خفاقة في سماء الفقه الإسلامي، خدت فيها تاريخ وسيرة الفقهاء وازاي أثروا الحياة الفقهية يعني بفكرهم وثقافتهم وآرائهم، ممكن انها تكون متغيرة لكن ليست متغيرة من الثوابت ولكن متغيرة في التطبيقات. طبعا كان من أهم برضو البرامج كنت بعد برنامج اللي هو ميتينج بوينت، ان كان يعني انت عارفة طبعا في ناس كتير غير ناطقين باللغة العربية سواء هنا أو في الخارج، فكنت عايزة أقدم لهم الإسلام، الإسلام الحقيقي هو إيه، وكان بيقدمه معي أنا كنت بعده، وكنا بنستضيف متخصصين، والمذيع كان الأستاذ محمد إسلام الله يرحمه، كان مذيع في البرنامج الأوروبي. يعني دي يمكن أهم بقى الحاجات. طبعا احتفالات بقى إذاعة القرآن اللي هي مرور 14 قرن على دخول الإسلام مصر، وسافرنا دول العالم الإسلامي كله، غطينا التراويح تقريبا من دول العالم كتيرة جدا، فكان ده أيضا له مردود
يعني الحمد لله الحمد لله يعني مردود للمستمع كان كويس. يعني سيرة حضرتك الحقيقة غنية وثرية جدا. ده فضل من ربنا والله. هو أهم حاجة عارفة الواحد يتقن العمل ويخلص العمل ويحس ان كل عمل واتقوا الله يعلمكم الله. صحيح. فتبص تلاقي كل ما الانسان ان هو بيشتغل بضمير ربنا بيكون معاه. طب تحس ان ربنا فعلا بيوجهه التوجيه الصح. فده الحمد لله يعني كان تقريبا مشواري في الاذاعه.